بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على ما خصكم به من الإنعام والإكرام. قد خصكم الله سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة وخيرات غزيرة في دينكم ودنياكم، من أعظمها وأكرمها عند الله هذا الشهر العظيم الذي أطل على المسلمين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن بلغه الله إياه ومن عليه باغتنامه فقد حاز خيرا كثيرا، ومن حرم فضله فهو المحروم. اتقوا الله عباد الله واشكروه على هذه النعمة العظيمة، وهي بلوغ شهر رمضان. فكم ممن يتطلع ويتمنى بلوغه شهر رمضان لم يحصل له ذلك، اخترمته المنية قبل حلوله. اشكر الله على بلوغه واغتنموه فيما ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يفرح بطول الحياة لجمع المال ونيل الشهوات، وإنما يفرح بطول العمر لإدراك هذه المواسم واستغلالها بالخيرات والطاعات. هذا الشهر العظيم خصه الله بخصائص لا توجد في غيره من الشهور. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فخصه الله وذكر تخصيصه في هذه الآية بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى أن الله أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، وكفى بذلك فضلا عظيما. الذي أنزل فيه القرآن، ومعنى ذلك أنه بدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فابتدأ فيه إنزال القرآن تشريفا له وتنبيها على فضله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يكثرون من تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، ويتفرغون لمدارسته وتلاوته، لأن تلاوة القرآن في هذا الشهر
أفضل من تلاوة القرآن في غيره. ومن فضائله أن الله جعل صيامه أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قيام لياليه بصلاة التراويح والتهجد. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيمتاز هذا الشهر، تمتاز لياليه على غيرها من الليالي، بأنها يستحب ويتأكد قيامها بصلاة التراويح وما يزيد على ذلك من صلاة التهجد في آخر الليل. فهو شهر القيام والصيام وتلاوة القرآن. ومن فضائل هذا الشهر أنه تضاعف فيه الحسنات أكثر من غيره لفضل الزمان وشرف الزمان. الحسنات تضاعف عند الله في هذا الشهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن فضائل هذا الشهر العظيم أن الله خصه بليلة هي خير من ألف شهر، كما قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة عظيمة، قيامها خير من قيام ألف شهر، وهذا دهر طويل، مما يدل على أن الحسنات تضاعف في هذا الشهر أكثر من غيره. وهذه الليلة أخفاها الله في هذا الشهر، فلا يدرى في أي ليلة من لياليه، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان من أوله إلى آخره، حتى يضمن أنه أدرك ليلة القدر. أما من اهتم ببعض الليالي من رمضان دون بعض فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، فلعلها تكون في الليالي التي لم يجتهد فيها. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى يضاعف فيه الصدقات،
والإحسان وإطعام الطعام. قد كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر فيقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. أظلكم أي حل بكم ونزل بكم شهر عظيم، وصفه بالعظمة، مبارك، وصفه بالبركة، مما يدل على عظم هذا الشهر. فليحمد الله كل مسلم من الله عليه ببلوغ هذا الشهر، فيغتنمه في طاعة الله سبحانه وتعالى وبأنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقات وتلاوة للقرآن العظيم، تسبيح وتهليل وتكبير، فيغتنم أوقاته كلها إلا ما يستريح فيه، يغتنمها كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب ومضطجعا وعلى جنب في كل أحواله، لا يغفل عن ذكر الله في هذا الشهر، ولا يضيع ساعة من ساعاته إلا ويغتنمها في طاعة الله، إما أن يجتهد فيها بالطاعة، وإما أن يعزم عندما يستريح وينام يريد بذلك التقوي على صيامه وعلى قيامه، فيكون له الأجر حتى في نومه إذا نوى هذه النية المباركة. فعلى المسلم أن يحمد الله أولا على بلوغ هذا الشهر، وأن يسأله أن يمكنه من اغتنامه، وأن لا يحرمه فضله كما يحرم كثيرا من الناس الذين غفلوا عن فضائله ولم يهتموا به. أيها الإخوة، قدروا هذا الشهر حق قدره، وعظموه حق تعظيمه كما عظمه الله سبحانه وتعالى، واحترموه واستغلوه بطاعة الله عز وجل. لا تفوتوا شيئا منه بغير طاعة الله، ولا تغفلوا عن ذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واغتنموا هذا الشهر بما خصه الله تعالى به، ولا تكونوا ممن غفل عن هذا الشهر واعتبره كسائر الأيام والشهور. وإن كان عمر المسلم كله سيسأل عنه يوم القيامة بما أفناه، عن عمره فيما أفناه ستسألون عن ذلك. فكل عمر المسلم كله ينبغي له أن يزرعه بالخيرات والطاعات، ولكن هذا الشهر له خاصية عظيمة
جعله الله موسما للخيرات فاغتنموه فيما خصص له ولا تكونوا من الغافلين. فمن الناس من لا يعرف هذا الشهر إلا أنه شهر للمآكل والمشارب، ولذلك ينشط الناس في شراء الحاجيات والكماليات في هذا الشهر ويستعدون له بأنواع المأكولات والمشروبات، وكأنه شهر للأكل والشرب ولم يكن شهرا للطاعة والقربات. من المعلوم أن الإنسان إذا أكثر من الأكل والشرب فإنه يكسل عن الطاعة ويسقل عن العبادة ويميل إلى النوم. فالأكل والشرب والإكثار من ذلك منهي عنه في كل الشهور وفي كل الأوقات، ولكن في هذا الشهر زيادة لأنه يكسل عن اغتنامه. لا بأس أن المسلم يتناول ما أحل الله له، ولكن بقدر، يكون ذلك بقدر، فهو شهر الصيام، والصيام هو ترك الشهوات، ولكن لا بأس أنه إذا أفطر أنه يتناول مما أحل الله له ما يقويه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن من غير إسراف ولا إكثار. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولكن يكون ذلك بمقدار ولا يكون فيه إسراف. كذلك من الناس من لا يعرف شهر رمضان إلا أنه سهر بالليل على الغفلة وعلى متابعة المسلسلات وعلى متابعة القنوات الفضائية والإنترنت والتجوال في الأسواق هنا وهناك، أو الذهاب إلى الاستراحات أو التجمعات. وأما المساجد فقليل من يتوجه إليها، قليل من يجلس فيها، فهذا حرمان عظيم. كذلك من الناس من يعد لهذا الشهر وسائل الإعلام، مع الأسف وسائل الإعلام تعد لهذا الشهر ما يغفل الناس ويسفه الناس ويشغل الناس من المسابقات التي هي أكل للمال بالباطل، أو من المسرحيات والتمثيليات والمضحكات غير ذلك. كان الذي ينبغي ويجب أن تكون وسائل الإعلام وسائل توجيه ووسائل تنبيه على العبادة وعلى فعل الخيرات، ولا تكون وسائل تغفيل وتسفيه للناس. لكن نرجو الله أن يوفق القائمين عليها بتعديلها وتصحيح مسارها حتى تكون وسيلة خير ولا تكون وسيلة شر وتغفيل للناس وتسفيه للناس. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، ولا يقل هذا شيء موجود في وسائل الإعلام ولو كان ممنوعا أو حراما لما جعل فيها، هذه حجة باطلة. عليك بإنقاذ نفسك، عليك بحفظ وقتك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اتقوا الله عباد الله، واحفظوا شهركم فيما ينفعكم عند الله سبحانه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود
لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم أن تصلوا وتسلموا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المرضيين. اللهم ارض عن أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احم حوزة الدين، اللهم احفظ عبادك المؤمنين، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وقرب إليهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.